Le moyen, on va mettre le système. مصالح الشرطة الأمن ولاية وهران سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية وحتى التقنية قصد مرافقة وتسيير وتنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية عن طريق وضع تشكيلات أمنية ثابتة وأخرى متحركة لغرض أولا تأمين المحيط الخارجي والداخلي لملعب الأولمبي، وثانيا مخطط خاص بالمواكبة الأمنية للوفود المشاركة انطلاقا من مراكز الإيواء إلى غاية الملعب الأولمبي وكذلك أثناء العودة. كذلك هناك مخطط خاص بتسيير حركة المرور لضمان الانسيابية المرورية في حالة الاكتظاظ المروري وتحويل المرور عبر طرق ثانوية قصد ضمان تغطية أمنية لهذا الحدث الرياضي ومساهمة في إنجاح هذا العرس الكروي.